يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت شريطا يقول صاحبه إن خطباء هذا الزمان بلاء على الأمة، فتجدهم يتكلمون في الخطبة عما فوق السماء كالجنة وعما تحت الأرض كالنار وعذاب القبر، ويتركون الأحداث الساخنة على وجه الأرض، فما حكم هذا القول علما بأن الخطيب يقول إنه يجب على الناس أن يعرفوا بالواقع وفقه المعرفة؟ هذا كلام هذيان لا قيمة له. الله جل وعلا عرف بالجنة والنار، رغب بالجنة وحذر من النار ووعظ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بالجنة والنار، ولا يمنع هذا أنهم ينبهون على الأحداث التي تجري ويحذرون من شرها، لا يمنع هذا. أما أننا نلغي ذكر الجنة والنار فهذا من كلام الجهال أو الذين لقد لا يؤمنون بالبعث والنشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فيه من لا يؤمنون بالبعث والنشور ولا يؤمنون بعذاب القبر، ما يؤمنون بعذاب القبر ولا بالبعث والنشور، ما عندهم إلا الحياة الدنيا فقط. علينا أن نحذر من هؤلاء. نعم.